الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم متابعينا إلى بانوراما نناقش فيها هذا المساء. Ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire. ساعات حاسمة بانتظار النيجر، هل ستمنح إيكواس نيامي الحرب أم الاستقرار؟ واشنطن تسعى لمنع الخبراء من مساعدة بكين، هل تقييد رأس المال والخبرات سيطمئن واشنطن بشأن أمنها القومي أم سيزيد التنافس الشرس بين البلدين؟ ووسط موجة الظواهر الطبيعية المتطرفة والبحث عن مسبباتها، هل سياسات التغيير المناخي مجدية وما النتائج المتوقعة منها؟ ونحييكم إلى النقاش الأول. منذ 26 من يوليو والأحداث تتوالى في النيجر، وفي أول بادرة على المقاومة الداخلية بعد الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلن زعيم المعارضة في النيجر السياسي ريسا أكبولا تشكيل حركة سياسية أطلق عليه اسم مجلس المقاومة من أجل الجمهورية، وذلك لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وأشار إلى أن الحركة ستدعم الجهود الدولية لإعادة النظام الدستوري في البلاد. إطلاق الحركة المناهضة للحكم العسكري تأتي في وقت توقفت فيه جهود دبلوماسية بعد أن رفض المجلس العسكري الاستماع إلى عروض الحوار من دول غرب أفريقيا وأمريكا. المجلس العسكري رفض أيضا استقبال وفد من مجموعة إيكواس في إطار فرصة أخيرة تحظى بدعم دولي لمنع أي تدخل عسكري. من جهتها أكدت نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لإيكواس، أكدت أن المجموعة لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر، وذلك قبيل القمة الاستثنائية المرتقبة لقادتها غدا الخميس. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من باريس أندري مهاوج الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. ومن واكشوت السيد بنبلا الفردي الباحث في التاريخ والسياسة، أهلا بكم ضيوفي الكرام. وقبل الدخول في النقاش لندخل قليلا في تفاصيل الموقف فيما يخص مالي وبوركينا فاسو لتكتمل الصورة، حيث أرسلت مالي مشاهدين وبوركينا فاسو كذلك المجاورتان خطابا إلى مجلس الأمن تطالبان فيه بمنع أي إجراء مسلح ضد النيجر، وقالتا إن ذلك قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها وقد يؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس. وجاء في الخطاب: الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وجمهورية مالي تناشدان مجلس الأمن استخدام كل السبل المتاحة لمنع أي إجراء مسلح ضد دولة ذات سيادة. أعود من جديد إلى ضيوفي، واسمح لي أن أبدأ من نواكشوت معك سيد الفردي. سيد الفردي، هل تعتقد هو الكل، نحن بحسب ما نطالع التصريحات والمواقف الدولية، الكل يحاول الضغط بشكل أو بآخر لاستبعاد الحل العسكري، ولكن هل تعتقد بأنه نحن في إطار التوجه لتهدئة أو لحل عسكري؟ في الحقيقة ما يلوح في الأفق نعم. أن الانقلابيين في نيامي هم الذين يرفضون الحل السلمي، فقد جاءتهم وفود متواترة من جهات شتى، من الإيكواس ومن حتى القيادات الاجتماعية في نيجيريا كسلطانة إحدى الولايات في نيجيريا ذا النفوذ الكبير في النيجر، ومن وزارة الخارجية الأمريكية ومن جهات مختلفة، لكي يوجد حل سياسي لهذه الأزمة التي سببها انقلاب هذا الحرسي على السلطة الشرعية المنتخبة في نيامي. ولكن الانسداد الحاصل الآن سببه العسكريين الانقلابيين وليس المجتمع الدولي، وبالتالي في تصوري بأن الانقلاب هو سطو غير شرعي على سلطة منتخبة رسمية، وبالتالي استخدام القوة ضد هذه المجموعة هو الحل الأمثل لهم، بما أنهم لا يريدون حلا سلميا للخروج من هذه القوة الأزمة. سيد فردي، ولكن هناك بعض الدول ومن بينها مثلا بوركينا فاسو ومن بينها مالي، هذه الدول تقول بأن استخدام القوة المفرطة وتدخل عسكري في دولة ذات سيادة قد يضر بكل المنطقة، بكل غرب أفريقيا. التدخل الذي سيحصل الآن هو لإعادة الشرعية المنتخبة ضد السطو غير الشرعي على سلطة
منتخبة شرعية في بلد ذا سيادة يعني. نعم. وبالتالي كون الماليين أو السلطات الرسمية في مالي وفي بوركينا يقفون ضد هذا الموقف لأنهم هم أصلا سطوا على السلطة، هم انقلابيين انقلبوا على السلطات الشرعية في بلادهم، وبالتالي يرون بأن إيقاف هذه الموجة من فوبيا الانقلابات في المنطقة ليس في صالحهم، وبالتالي لا ألومهم إذا رفضوا التدخل. لكن وضح في الحقيقة سيد الفردي وضح موقف حضرتك ووضحت قراءة حضرتك للأوضاع، ولكن خليني أستطلع الوضع كذلك في فرنسا. أستاذ مهاوج، اليوم كان هناك تصريحات من المجلس العسكري تحدث فيها عن طائرة، عن أن القوات الفرنسية وجهت طائرة فرنسية دخلت الأجواء النيجيرية. فرنسا من جهتها نفت هذا الموضوع، ولكن تعلم حضرتك بأن هناك تسريبات تتحدث عن أن فرنسا تتجهز فعلا لشيء عسكري. هل يمكن لفرنسا أن تقود مثل هكذا تحرك تعتقد؟ مساء الخير. طبعا أولا بداية فرنسا طبعا نفت، ولكن لم يتم التوضيح من أي جهة ما طبيعة هذه الطائرة، هل هي طائرة حربية، هل هي طائرة مدنية، هل هي طائرة لوجستية. والأمر الثاني لم يتم تحديد المهمة. فرنسا نفت ولا بل بالعكس تقول بأن كان هناك طائرة، ولكن الأمر تم بالتنسيق مع القيادة العسكرية مع الجيش. بأنها الأرجح بأنها طائرة حربية، لأن المتحدث باسم المجلس العسكري تحدث عن لي فورس ميليتير فرانسيز، القوات العسكرية الفرنسية أطلقت طائرة، فالبديهي أنها طائرة حربية. فرنسا لم تذكر حتى الآن على الأقل فيما صدر عن وزارة الخارجية بشكل تسريبات من مصادر الخارجية أو مسؤولين بدون ما يكون بعد هناك بيان مفصل بالكامل، لم تذكر طبيعة هذه المهمة أو الطائرة، ولكن قالت بأن تم التنسيق لهذه الرحلة أو لوجود هذه الطائرة في الأجواء مع القيادة العسكرية يعني مع الجيش في النيجر. ولكن الموضوع الأهم في هذا الإطار بأنه كما ذكرنا، أنا على يعني مع احترامي لتقدير ولتحليل الضيف من موريتانيا، لا ليس هناك حسم بعد باتجاه المرحلة العسكرية، لا بل بالعكس الرياح تسير في عكس القيام بمرحلة عسكرية أو بعملية عسكرية لعدة أسباب أساسية. أولها بأن حتى داخل دول مجموعة إيكواس ليس هناك اتفاق من كل الدول على القيام بهذه العملية العسكرية، بالأخص من داخل نيجيريا. اثنين، يجب ألا ننسى بأنه صدر تصريح عن المفوض للشؤون السياسية والأمنية في الإكواس يؤكد بأنه سوف يعمدون إلى استنفاد كل الحلول الدبلوماسية والسياسية والسير حتى النهاية، طبعا من دون استبعاد أي حل آخر، ولكن هذا أمر طبيعي في مرحلة مفاوضات استخدام هذه الورقة التلويح بحل، ولكن التمسك بالعمل السياسي والأساس. الولايات المتحدة الأمريكية بلينكن وزير الخارجية قال ذلك، حتى في فرنسا وزيرة الخارجية منذ اليوم الأول للانقلاب قالت بأنه الخيار الأساسي هو للدبلوماسية. فرنسا على الأرجح و 80% من كل الاحتمالات والنقاشات الداخلة هنا في باريس لن يكون باستطاعتها أن تشارك بأي عمل عسكري، ربما فقط وفي حال تم الاضطرار للقيام بهذه العملية عملية محدودة. لن تقدم على أكثر من تقديم دعم لوجستي أو استخباراتي. ولكن حتى وإن قدمت دعم لوجستي، صحيح وضحت الفكرة، ولكن حتى وإن قدمت دعم لوجستي أو عسكري هذا سيعتبر من جانب المجلس العسكري واستخباراتي على أنه تدخل كذلك في شؤون داخلية. اسمح لي فقط أن نتوقف لأن حضرتك تتوافق في نفس الرؤية مع التصريحات الروسية. روسيا كذلك كثر الحديث عن روسيا فيما يخص، روسيا كانت تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي. الموقف الروسي مشاهدينا وضيوفي الكرام كذلك من تدخل إيكواس كان تحدث بخصوص أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بالخارجية الروسية، وقال روسيا تراقب عن كثب الوضع في النيجر، ومن غير المرجح أن يساهم تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دولة ذات سيادة في تحقيق سلام دائم في النيجر واستقرار الوضع في المنطقة الإقليمية ككل. أستاذ الفردي، موقف روسيا كيف يقرأ؟ هل يقرأ على أنها متابعة؟ وهل أنت برأيك يجب أن يكون التدخل ضمن أفريقيا أو غرب أفريقيا أو
تعتقد بأنه سيكون أوسع هذا التدخل، سواء بالتدخل المباشر أو كذلك بالمساعدة كما تفضل بالإشارة الأستاذ مهاوج، استخباراتيا، معلوماتيا أو لوجستيا؟ روسيا أولا هي المستفيد الأول من كل ما يحدث الآن في منطقة الساحل والصحراء. هذه الانقلابات التي حصلت في مالي وحصلت في بوركينا، والتي دعمت أيضا هذا الانقلاب الذي حصل في النيجر، المستفيد الأول منه روسيا. الصراع الروسي الصيني مع الغرب في منطقة الساحل والصحراء هو صراع قديم، لكنه تجدد الآن بنفس جديد وبإمكانيات أكثر وبإصرار أكثر من روسيا على الوجود في منطقة الساحل والصحراء، نظرا للثروات التي ظهرت فيها مؤخرا، سواء كان اليورانيوم أو الذهب أو البترول أو الغاز. كل هذه الأمور جعلت الروس يتكالبون بشكل واضح ويدفعون ببعض العسكريين الذين تدربوا عندهم إلى القيام بانقلابات في هذه الدول. فالمستفيد الأول من كل هذا الحراك الذي ترينه الآن هو روسيا في صراعها مع الغرب، الذي يظهر بوضوح في أوكرانيا، وهنا أيضا الآن ظهر بشكل بين وواضح. فالانقلابيين النيجريين أرسلوا وفدا مباشرة إلى باماكو، ليس للحديث مع الانقلابيين في باماكو، وإنما للحديث مع قوات فاغنر الموجودة في باماكو والتنسيق معها لحماية القصر في نيامي أو حماية الانقلابيين في نيامي. شخصيا أرى بأن التدخل ضروري ولكن بواجهة إفريقية، لكن لابد أن يوسع من المجتمع الدولي، لأن هذا سطو مباشرة على الشرعية المنتخبة في المنطقة. إذا نجح هذا الانقلاب في النيجر، تأكدي بأن الانقلابات ستصبح هي الموضة السائدة الآن في منطقة غرب إفريقيا عموما، وبالتالي لن يحصل استقرار في المنطقة لا في الساحل والصحراء. سيد الفردي، سيقول لك بعضهم بأن الانقلابات متعودة عليها إفريقيا، يعني ليس باستثناء الانقلاب الذي نناقشه ونتحدث عنه، النيجر نفسه بلد انقلابات. ولكن حضرتك لما تحدثت عن الموقف الروسي، أعتقد بأن ضيف الأستاذ مهاوج لم يتفق معك كثيرا في قراءتك لمصلحة روسيا في الداخل وإمكانية. تفضل سيد مهاوج. نعم أولا بس نقطة أنا صغيرة. لا يهمني أن يتفق معي يا سيد مهاوش، أنا ومهاوش مشاربنا ليست واحدة، والذي يده في النار ليس من يتفرج عليه من باريس أو من موسكو. صحيح. لا يهمني اتفاق مع مهاوش، أنا أتحدث لك من الموقع، من الاختلاف. أنا محترق من هذه الانقلابات، وبالتالي مهاوش متفرج من بعيد من برج العاجي. أختلف أنا ومهاوش وليس بالضرورة أن نتفق. هو يريد فقط أن يطرح رأيه، ورأيه قد يختلف مع رأي حضرتك، يعني اختلاف مشروع بين كل الأطراف. تفضل سيد مهاوش. أنت هو يزعم بأن هناك عملية عسكرية، من هي الدول التي ستشارك في هذه القوى العسكرية؟ حتى الآن ليس هناك إمكانية لإقامة تحالف، يقول بأنه هو أقرب من الأرض ويعرف ماذا يحصل. الجزائر القوى الأكبر عربيا لن تشارك، أعلنت ذلك بشكل رسمي. في أوروبا إيطاليا أعلنت بأنها لن تشارك، الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك. ينسى الجميع بأنه طبعا هذا هو انقلاب، ولكن لديه شرعية الشارع، شرعية الرأي العام، وهي أقوى من شرعية القانون في بعض الحالات. الشارع في النيجر غير صحيح، ليس لديه شرعية الشارع، هو الذي يحرك المجندين للشارع لكي يتظاهروا، وإنما الشرعية للذي انتخب بأكثر من 2 مليون%، 55% انتخبته، وبالتالي عسكري يتسلل في ليلة ظلماء ليست له شرعية، حتى لو جمع كل الشارع في الملعب لكي يصوتوا له أو يتظاهروا من أجله، ليست لهم أي شرعية. ومن يدعم شرعيته معناه أنه يدعم الانقلابات ويدعم الفوضى في المنطقة. نعم. والفوضى في المنطقة ليست في صالح أحد. طيب. والمتضرر منها نحن وليس الجالسين في البراج العاجية. سيد الفردي، وضحت كيف فكرة يمكن فقط يكمل فكرة. كيف يمكن لهذا البلد أن يستفيد من موسكو؟ ماذا تستطيع أن تقدم موسكو لكل هذه البلدان غير الحل الأمني عن طريق فاغنر، الذي هو قوة تأتي إلى هذه البلاد لكي تنفذ أو تقوم بما يشتكي منه شعب هذه البلاد، أي استخراج الخيرات والحصول عليها. لا، موسكو لا تقدم هدايا وليس لها هدايها القدرة. الكل يريد الخيرات يا أستاذي، المساعدات. وهل روسيا جاءت لسواد عينين النيجريين؟ الكل جاء من أجل الخيرات. سيدي، فرنسا لوحده
فرنسا تقدم لوحدها حوالي 800 مليون يورو سنويا للنيجر، وفيها قروض بشكل بأسعار تفضيلية بفوائد تفضيلية. هل تستطيع موسكو اليوم الآن أن تقدم ماذا قدمت لمالي؟ الخطر الأكبر حتى على الانقلابيين نفسهم وعلى كل الدول. نعم. لمن فيها موريتانيا إذا شئت؟ أنا لا أدافع عن موسكو ولا عن موقف موسكو، بالعكس أنا ضد فاغنر في حال يا سيدي. أنا لا أدافع عن موسكو أحد. أنا أقول المنطق يا سيدي، أنا لا أدافع عن أحد، ولكن أنا كأنك تضعني في زاوية أنني أنا أدافع عن وجود فاغنر في المنطقة. أبدا. أنا أرى بأن الاستعمار أيا كان هو وجهاني لعملة واحدة، سواء كان روسي أو فرنسي. سيد فرزي والأستاذ مهاوج، اسمحوا لي فقط، اسمحوا لي فقط قبل استكمال هذه الفكرة. أستاذ مهاوج، وانتشار الإسلاميين في المنطقة، أستاذ مهاوج إن كنت تسمعني لو سمحت لي، بما أنه نحن نتحدث عن التصريحات الروسية، حتى روسيا نفسها لم تتحدث عن تدخل فاغنر. روسيا نفسها طرحت فكرة أن يطرح حل سلمي يرضي كل الأطراف. هي لما تتحدث عن طرفين تتحدث عن الشرعية وتتحدث عن المجلس العسكري الانقلابي وتتحدث عن إكواس. خلينا نذكر بتصريحات روسيا لنفهم ما الحل الذي يمكن أن يرضي كل الأطراف، حيث أكد نائب إدارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف دعم موسكو لجهود الوساطة، وقال: نحن ندعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الإفريقية لمساعدة النيجيريين على الخروج من هذه الأزمة. نأمل في التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن النيجر. سيد الفردي، ما الحل الذي يمكن أن يرضي الطرفين، المجلس العسكري من جهة وإكواس من جهة أخرى؟ سيدتي، إرضاء الطرفين غير ممكن. المفروض السؤال أن يكون كيف نعود إلى الشرعية. أما إرضاء الطرفين، عسكري انقلب في ليلة ظلماء على نظام منتخب شرعيا، لا، كيف نبحث عن إرضائه؟ لا يمكن إرضاه أصلا إلا أن تترك له السلطة لكي يتمتع بها. هذا ما تطرحه روسيا سيد فردي. المفروض الحل، ما هو الحل؟ الحل هو العودة إلى الشرعية. الحل هو سيدتي، الحل هو العودة إلى الشرعية بدعم دولي وإقليمي، هذا هو الحل. أما أن ترضي عسكري أقسم اليمين على حماية سيده ثم ينقلب عليه في ليلة ظلماء، أرضيه لماذا؟ سيد مهاوج، ستشجعين الانقلابات في المنطقة إذا أرضيت هذا وأرضيت الليبال وأرضيت البوركينا فاسو. وضحت فكرة خلطة، ستستمر الانقلابات إلى ما نهاية سبحة واحدة. أين يمكن أن نقرأ سيد مهاوج، أين يمكن أن نقرأ في الموقف أو الكلام الروسي أي نية للتدخل أو للدخول على الساحة؟ بالعكس، روسيا في هذا الكلام تدعم الجهود الدبلوماسية وخاصة للمجموعة دول غرب أفريقيا التي هي المرجعية الأساسية، وروسيا لا تطرح نفسها على أنها سوف تحل مكان كل هذه المشاريع وتشدد على الحل السلمي. الأمر الثاني والأساسي في كل هذه القضية، هناك الدور الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية التي تبقى الأساس والقوة الأساسية. ماذا تقول؟ ما هو الحل كما يطرح السيد من موريتانيا؟ الحل كما تقوله، ما تحاول أن تسوق له واشنطن، هو مرحلة انتقالية بالوضع الراهن مع السلطات القائمة حاليا. نعم. في انتظار أن يتم تنظيم انتخابات تحت إشراف الدولي. هذا لم تقوله الولايات المتحدة. أنا أتابع تصريحات لينكن وأتابع تصريحات السيدة التي أرسلها إلى نيامي، لم يقل أبدا بهذه المرحلة الانتقالية. حتى يمكن لم يتحدث عن الموضوع سيد مهاوج. هو المشروع في الواقع هذا التصريح، حتى كان هناك مبعوثة، أي ولكن حتى المبعوث لم يتحدث بهذا المنطق. مبعوثة جاءت ولم تتحدث عن مرحلة انتقالية، تحدثت عن العودة إلى الشرعية، تحدثت عن حماية الرئيس وأسرته، ولم تتحدث إطلاقا عن قضية مرحلة انتقالية. صحيح. أنا أتابع هذا بدقة لأن المسألة تعنيني بالدرجة الأولى. هذا هو المشروع يا سيدي. طيب، هذا هو المشروع الذي تحمله الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تطرحه في المرحلة المقبلة. نعم. لم تسوق له الآن بشكل من وراء الستار. هناك أنا في الصحافة الأمريكية في يعني. إيكونومس في غير مجلات سيناريوهات. هو لا يقرأ في المستقبل سيد الفردي، هو لا يقرأ في المستقبل. هو يقول بأنه استنتجت من بعض التصريحات، حتى وإن لم تكن تصريحات مباشرة واضحة صريحة، لأنه حتى الموقف الأمريكي عليه نقاط استفهام، حتى اليوم البعض يعتبره موقف ضبابي. سيدتي لنكون واقعيين،
واقعيين. سيدتي فضل. أنا وهو كمحللين مفروض نتحدث عن وقائع يا سيدتي. طيب خليني أحدثك عن... خليني أحدثك عن وقائع نتحدث سيد عن ما حصل تصريحات طيب. الخارجية الأمريكية. خليني أحدثك عن وقائع وخليني أختم معك ببعض الوقائع وأختم معك بهذا السؤال. حضرتك سيد الفردي منذ قليل قلت بأنه يجب بكل الحلول أو بكل الطرق إعادة الشرعية حتى لا يتكرر الموضوع في إفريقيا، ولم تستثني التدخل العسكري، قلت حتى وإن كان هناك تدخل عسكري يجب أن تعاد الشرعية حتى إن كان تدخل عسكري دولي. أنا سؤالي، هل رأيت دولة تدخلت فيها أو تدخل فيها المجتمع الدولي عسكريا ونجت؟ نعم نعم رأيتها. أي دولة؟ نعم رأيتها. أنا نسيتي احتلال صدام للكويت، أنا نسيتيه بهذه السرعة. ولكن نعم رأيتها، ولكن فيما بعد نعم كانت هناك حسابات الشرعية أخرى الدولية. اسمعي سيدتي الفاضلة، الشرعية المفروض نحن كمحللين وكنخبة المفروض نركز على الشرعية ونحترم الشرعية وندعم الحلول التي تدعم الشرعيات في المنطقة ولا نقف مع الانقلابات والقفز على السلطة بهذه الطريقة العشوائية التي يقوم بها العسكر. ولكن سيد فردي سؤالي لم يكن في إطار دعم الانقلاب، سؤالي كان في إطار حلول قد تأتي قبل الحلول العسكرية، بمعنى أنه إكواس اليوم تفاوض، هناك محاولات للوساطة، روسيا نفسها تتحدث عن الوساطة. حضرتك وكأنك تقدمت بالحلول الأخيرة بأنه حل عسكري في النيجر قادر أن يضبط الأوضاع ويرجع الشرعية، وهنا أتى سؤالي، وددت فهم كيف يمكن أن تطرح مثل هكذا فكرة وتتحدث فيما بعد عن استعادة الاستقرار في النيجر، وتعلم حضرتك بأنه صعب. قدمت لي مثال العراق، ولكن قدمت لي مثال الكويت والعراق، مش المثال الأمثل لأنه هناك حسابات خليجية، ولكن لو نتحدث عن العراق، لو نتحدث عن سوريا، لو نتحدث عن أفغانستان، لم يكن هناك في التاريخ الحديث تدخل عسكري ونجت الدول من بعده. تفضل سيدتي، أنت سألتي عن نموذج، أنا أتيتك بنموذج حي واقع عشناه أنا وأنت والباحث الذي معك. نعم هناك شرعية ينبغي أن تعود. هناك قمة غدا يوم الخميس لمجموعة الكاوس في نيجيريا، وسيشارك فيها الرئيس الموريتاني عن قضية إيجاد حلول، وأنا متأكد بأنهم سيضعون الحل الدبلوماسي كأولوية. جميل. ولكن العسكر في نيامي متحجرين، يعني ثابتين على موقف أنه لابد أن يتمسكوا بالسلطة. إذا ظلوا متمسكين بالسلطة بهذه الطريقة التي سطوا بها هم على السلطة، فالمجتمع الدولي والإقليمي مجبر على أن يجد أن يعيد الشرعية للمنطقة حتى لا نظل في فوضى بلا إلى ما لا نهاية في منطقة غرب إفريقيا. طيب. اللي أصلا الآن منطقة حيوية وتستقطب كل المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأمور اللي أنتم جميعا تعرفونها. طيب وضحت الفكرة. في كل حالات نحن غدا سنتابع كذلك اجتماع إكواس، اعذرني سيد مهاوج ولكن انتهى تماما توقيت هذا الملف، ونعود ونناقش كل هذه التفاصيل. أود شكركم جزيل الشكر من باريس أندري مهاوج الكاتب والمحلل السياسي. فقط انتهى الوقت. موضوع الكويت لم يكن انقلاب داخلي، كان اعتداء دولة خارجية على الكويت من وليس انقلاب داخلي. السيد بن بلا الفردي الباحث في التاريخ والسياسة، شكرا لكما. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.